في الوضع الصيف ربما فرصة مواتية للمعارضة لتعيد تمظهرها وحضورها في الشارع، ولكن عمليا ماذا يعني حتى إذا كانت تداركت المعارضة على الأقل بغطاء هذا شفناه الأمريكي، أنه تحوير وتضييق على سعيد من أجل يعني سن قانون انتخابات يكون مقبول إذا كان الدستور الآن موضوع على مقياس سعيد؟ أي ميزان سيد منجي أي ميزان وأي تأثير للقانون الانتخابي إذا كانت قواعد اللعبة قد رسمت؟ نعم فعلا هو هناك إشكال، يعني أنه ندعو قيس سعيد أن يراعي مسألة التنوع في المشهد السياسي وخاصة في إصدار هذا القانون. هناك إشكالات عديدة، إشكالات دستورية قانونية، هل لقيس سعيد الحق في أنه هو الذي يصدر قانون اللعبة بمفرده بدون أن يكون يعني هناك سلطة ثانية، سلطة تشريعية هي التي تتولى هذا الأمر؟ يعني صراحة هنا هذا الإشكال اللي احنا نراه، واحنا إن شاء الله في عنا كجالية تونسية موجودة في أمريكا، عنا لقاءات قادمة إن شاء الله مع مكتب كريس كونز وغيره من الناس اللي جاءوا قابلوا قيس سعيد حتى نعبر لهم على بعض الإشكاليات اللي لاحظناها في البيانات اللي أصدروها، منها هذه النقطة، نقطة أنه ترحيبهم وربما أنه قيس سعيد طمأنهم أنه هذا الانتخابات سوف تكون انتخابات يعني تجمع يعني المشهد السياسي ككل، وإحنا لا نصدق هذا الكلام. فقيس سعيد قد وعد من قبل بالعديد من الأشياء ولم يوفي بها. تعريج ثاني ربما على نقطة إسقاط الطائرة الأمريكية في ليبيا، أنا أعتقد هذا حدث مهم جدا. الأمريكا فإذا كان خاصة حفتر يتبنى هذه العملية، وأنا أعتقد ربما ليست قوة حفتر بالتحديد هي اللي قامت بهذا، وإنما ربما قوة فاغنر ساعدت عليها في هذه المسألة إذا صح هذا الكلام. هذا لن يمر بدون ردة فعل من القوات الأمريكية على حفتر بالتحديد وعلى قوات الفاغنر خاصة. أظن هذا سوف يجعل كذلك مسألة الخطر الداهم في أنه يكون عندك نظام في تونس هش، علاقة الجيش مع الجيش معناها الأمريكي والجيش التونسي هي علاقة في مجملها في العشر سنوات الأخيرة علاقة ممتازة وتطورت وأصبح هناك شراكة، ومواقف قيس سعيد والنظام الذي اقترحه قيس سعيد تمشي والانتكاسة على الديمقراطية وضع هذه العلاقة في إشكالية حقيقية، ولا أظن أن أمريكا سوف ترضى بهذا وسوف تحاول الضغط أكثر الجيش التونسي أن يأخذ موقف ربما أكثر حزم ويخرج من هذه اللعبة السياسية ويترك السياسيين هم اللي يحلوا الإشكال ويفرضوا بديل على ما يطرحه قيس سعيد إقصاء كل الشركاء السياسيين في تونس. نعم، في هذه النقطة بالذات واصل معكم سيد منجي. إذا كان الوضع الليبي متوتر، عادة أطراف يعني الجوار الجزائر وحتى الولايات المتحدة المعنية في أفريقيا ربما يساعدها أكثر استقرار بمعنى السياسي والتداول السلمي، أو أم أنه يساعدها عمليا وجود سلطة قوية متحكمة في المشهد في تونس؟ في هذه الحالة قد يكون خيار المواصلة مع سعيد أفضل لها، ليس كذلك؟ لا أنا لا أعتقد أنه قيس سعيد هو الخيار الذي يأتي بالاستقرار في السلطة، لا ينظرون إلى هذه المسألة يعني ينظروا إلى قيس سعيد أنه إنسان ليس له مشروع يجعل من الديمقراطية أساس للاستقرار في تونس، وهم لا ينظرون إلى تونس إلا أنها تحكم بنظام ديمقراطي نظرا لما شاهدوه في العشر سنوات الأخيرة. هذا علاش نأكد على النقطة هذه، أنه مسألة الديمقراطية في تونس بالتحديد، أنا لا أتكلم على جهات أخرى، لا أتكلم على ما قامت به أمريكا في مصر وغيرها من أنها يعني كانت عارضت المشروع الديمقراطي وربما نظرت يعني وتركت المجال مفتوح للانقلابات العسكرية. بالنسبة لتونس بالنسبة لهم أنه طبيعة تونس، طبيعة الذي عشناه في أكثر من 10 سنوات، لا يحكم تونس ولا يمكن أن تستقر الأوضاع في تونس إلا عن طريق نظام ديمقراطي يشارك فيه الجميع.